أهلا بيكم معانا النهاردة، يوم جديد من أيامنا الخليجية. النهاردة أول طبق عندنا تحسي مكوناته كتيرة بس هو طعمه لذيذ جدا، جربيه وإن شاء الله هيعجبك. أول طبق عندنا الرز بكرات اللحمة المفرومة والبطاطس والفول الأخضر، اسمه كبير قوي بس هي الفكرة، هو مكوناته كلها مغذية، طعمه جديد، دي أهم حاجة عندي. غير كده جديد على سفرتك، تقدمي رز بس بشكل جديد، مكونات جديدة. طيب ايه هي المقادير عندنا؟ اول حاجة هنا انا عندي كرات لحم يدوبك، بس عاملاهم بشوية بهارات وعصرت مية بصلة خليتها جنبي، قمت عملت اللحمة لشكل كرات وبليت ايدي بس كده في المية، عملتها كرات وقلتها في طاسة فيها شوية زيت صغيرين قوي، او ممكن تحطيهم في صاج وتدخليهم الفرن. الرز البسمتي عندي نقعاه لمدة ساعة، قلنا كذا مرة يبقى في مية سخنة عشان أنا عايزة الرزاية تبقى طرية معي. وعندي هنا البطاطس مقطعاها مكعبات، ممكن انت اختصارا للوقت تحمريها بس أنا فضلت ان هي تاخد من طعم البهارات بتاعتي. عندي هنا فول أخضر، الفول الأخضر أو الفول الحراتي موجود دلوقتي، ممكن تلاقيه في السوبر ماركت وممكن برضو تجيبيه وتفصصيه وتخزنيه في الفريزر، حلو قوي ومفيد. عندنا هنا بصلتين، عندي هنا طماطم، عندي فلفل حار، عندي معجون او صلصة، معجون طماطم او صلصة، عندي هنا 3 فصوص ثوم، وعندي كاري مخلوط بكركم، وعندي قرنفل، وعندي هيل. طيب نشوف كده بسم الله هنعمل ايه. اول حاجة هفتح النار بتاعتي، هحط الزيت كده، هحط اول حاجة البهارات الصحيحة بتاعتي، حط قرفة كده بسم الله، الوصفة دي عايزة قرفة كتير فانا هحط 3 عيدان، وهحط ورق لورا، هحط حبهان، وهحط قرنفل او مسمار الاتنين واحد. انتي ملاحظة ان انا حطيت قرنفل كتير، انا عايزه المره دي النكهه بتاعه القرفه والقرنفل تبقى هي اللي مغطيه عندي على طعم البصل، عشان كده دايما بقولك طعم البهارات هو اللي بيحدد الطبخه عندي، هي اللي هتتحدد طعمها ايه او التست بتاعها يبقى ايه. ده ليمون اسود مطحون فانا هحط شويه برضو، انا عايزه الزيت يبقى منكه بيه، وهحط شويه ملح كده، كل ده في الزيت، وهخلي يتقلب كده. هنزل عليه البصل، دول بصلتين كده اهي. طيب لو انت عايزة مثلا بدل اللحمة تعملي كرات بس بالفراخ، يعني تاخدي مثلا انا بحب الكرات بالذات ان انا اعملها بالوراك بتاعت الفراخ مش بالصدور، لان الوراك فيها الياف اكتر فبتمسك معاكي، يعني تقدري تشكليها بشكل احسن شوية. فانا ممكن تستخدمي ممكن تستخدمي الفراخ، اللحمة بتستحمل اكتر بس الفراخ برضو هيبقى طعمها حلو قوي. هحط الطماطم، يبقى انا كده حطيت بصلتين وهحط واحدة طماطم كبيرة كده اهي، لا تشم ريحة البهارات بتاعتي حلوة جدا، متأكدة ان هي هتعجبك. وهحط معجون طماطم، دي عندي العلبة اللي هي الصغيرة، ممكن انت بقى لو عندك برطمان تحطي 3 معالق كبيرة كده. وهحط 2 فلفل حار كده بحاله، اتفقنا ان هما بيدوا طعم للرز، بيخلوا طعمه أحلى وطعمه أجدد كده اهي. دلوقتي هحط البطاطس بتاعتي، طبعا أنا لسه مصفيها من ميتها حالا عشان ما تسودش كده، وهحط عليها مية سخنة
يا دوبك حاجة بسيطة قوي اهو، وانا مش هكتر مية لان خلي بالك احنا اصلا عندنا الكشنة او اليخنة كتير، فانا مش هكتر مية. هنزل عليها بالفول اهو. الفول ده طالما يعني دلوقتي مش الموسم بتاعه فهتلاقيه موجود في السوبر ماركت عادي. نشيل بس الحاجات دي الاول كده. حطيت انا البهارات الصحيحة، ما حطيتش غير الملح. هبتدي بقى احط البهارات بتاعتي، هي المطحونة، حط فلفل، حط بهارات مشكلة كده، هحط تاني شوية قرفة، حاجة بسيطة كده خالص لان انا طبعا حط قرفة خشب كتير. وعندي هنا الكاري بتاعي اللي دايما بقول انا الكاري بحط عليه كركم او بخلطه بحاجة بسيطة كركم. طيب تمام، هقلب كده اهو. دلوقتي بقى هنزل بكرات اللحم، لان انا عايزة كرات اللحم يبقى فيها الطعم بتاع الخضار وبتاع البهارات كلها. فهنزل كده بكرات اللحم كده كده، هقلب. طبعا حاسين ان في حاجات كتير قوي في الحلة، بس صدقيني الطبق ده متكامل، مش محتاجة تعملي جنبه حاجة غير بس شوية سلطة زبادي كده زي الفل. طبعا هزود مية، هخلي المية تغطي الخليط عندي كده اهو. سلام. اهي. طيب انا هخلي الخليط يا دوبك يغلي دقيقتين بس. طبعا الرز البسمتي بتاعي ده رز عادي خالص. انا قلت قبل كده ان في انواع كتير من الرز البسمتي، بس هو ده الرز اللي انت بتلاقيه عند العطار عادي. هاتيه ونقعيه لمده ساعه في ميه سخنه. هشيل دول ونبص على الخليط. الخليط بتاعنا ما خدش وقت خالص، حطه كده كده. اهو اخر حاجة بقى التوم. انا في الوصفة احيانا كتير قوي بحط البصل والتوم، حتى في الوصفة هتلاقوها كده حط البصل والتوم، بس انا حبيت المرة دي اضيف نكهة التوم في الاخر خالص، هتدي طعم مختلف احسن من الطعم اللي احنا متعودين عليه. لان انا قلتلك ان الوصفة دي بقدر الامكان هنحاول نخليها مختلفة عن اي وصفة انت جربتيها قبل كده كده. هسيب الخليط اوطي عليه واسيبه يتشرب كده، وطي خالص. نشيل بقى الحاجات دي. كده. طيب يا ستي انا حطيت هنا كل الحاجات، وقلنا البديل للفول لو انت مش عايزاه شيليه خالص. انا عارفة ان في دلوقتي فول وبطاطس ولحمة ازاي يجوا، كذا مرة في كذا اكلة قلتلك جربي حاجات جديدة، حاولي تحطي حاجة مختلفة على سفرتك، صدقيني هتلفتي نظرهم بيها، وفي نفس الوقت هيبقى تيست جديد وطعم حلو قوي عليكي. انا هسيب الطبخة بتاعتي تتشرب شوية
وهطلع لفاصل صغير قد كده وارجع لكم تاني ونشوف طبختنا.